اليوم رح نحكي عن عملية تصغير الثدي عند الرجال أو المعروفة بالإنجليزي بالجاينيكوماستيا. هالعملية عادة بتعمل عند الرجال كتير رياضية اللي أخذوا هرمونات مثل تستوستيرون أو جي إتش أو الرجال اللي عندهم وزن زايد أو خسر وزن. هالعملية بتنعمل بنج عام أو بنج موضعي حسب كل شخص. المريض بيفل بزيت نهار أو بينام ليلة، بده جمع ريحة بالبيت، شهر ممنوع يعمل رياضة، تقريبا 3 شهور بيشوف النتيجة النهائية تبع هالعملية.